السلام عليكم يا رجال، اتصل بيا الاستاذ ابراهيم من القنصليه المصريه في حلف، جاب رقمي السوداني. المهم اتصل بيا وقعدنا ندردش مع بعض شويه، فقال لي مضمون الرساله. الرساله دي تتحول في كل الجروبات بتاعتنا، توعيه لكل السواقين. قال لي ممنوع منعا باتا اي عربيه مصريه تطلع من حلفه محمله اتجاه الخرطوم. اي عربية مصرية اخرها في التعتيق حلفه، كل العجل المصري يعتق في حلفه. ده بنص الكلام زي ما قال لي الاستاذ ابراهيم بتاع القنصلية المصرية. يبقى اصبح ان عجلنا المصري كله اخر تعتيقه هنا في حلفه، مفيش حاجة اسمها الخرطوم، مفيش مفاوضات نافعة مع الجماعة اللي قافلين الطريق دول. قال لي الطريق مسدود من ناحية المفاوضات، مفيش اي مفاوضات تنفع مع الناس دي. السفارة الأستاذ إبراهيم بناء على تليفون السفير ليه قال لي الكلمتين دول، بناء على كلام سيادة السفير الكلام ده جاني. ممنوع أي عربية مصرية تطلع من حلفة محملة، أصبح آخرك في التعتيق حلفة. تمام يا رجالة؟ بالنسبة للعجل اللي واقف محمل وجاي من الخرطوم جاي على حلفة، العجل ده يتصل على التجار او الغرابيل اللي انتم محملين منه السمسم او القطن، بضاعتكم تتنقل وترجع على عربات سودانية وترجع على مدرمان تاني او الخرطوم تاني، ترجع البضاعة او اللي انت محمل تبعه ينقل البضاعة منك على عربية مصرية وتعد على عربية سودانية، اسف، ينقل البضاعة منك على عربية سودانية وتيجي تعتها في حلفة وتاخد انت البضاعة منه في حلفة. انما هتعدي من الترس بنقلتك اللي انت شايلها سمسم او قطن، ده مستحيل، ده مستحيل، حفاظا على العجل والسواقين. النص ده من بلسان الاستاذ ابراهيم على لسان سيادة السفير المصري. وزعوا الرسالة دي في كل الجروبات يا رجال بعد اذنكم.